السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عندك نشاط مثلا فريلانسر او الشركة بتاعتك عايز تعملها موقع، فهندي شوية معلومات. ده مثلا موقع بيستضيف المواقع كلها، اسمه هوستنجر. تمام. ميزة الموقع دوت، اولا هو بيدعم اللغة العربية في انجليزي طبعا ولغات كتيرة جدا منها اللغة العربية. ممكن تستغل الذكاء الاصطناعي في ان انت تعمل موقع. طيب تعالى نشوف الاسعار. تمام. هو دلوقتي عامل تخفيض 78%، بيقول لك ان هو في حدود 2.5 دولار. تمام. في الشهر، ولو انت اشتركت سنة هيديك 3 شهور مجاني. تمام. ده في اللحظة اللي انا مسجل فيها، معرفش ساعة لما تسجل هيكون في تخفيض اكتر ولا اقل. فبيقول لك انت ممكن تشترك في البيزنس او في البريميوم او في الكلاود ستارت اب، تقدر تختار اي واحدة من دول. تمام. ودي الاماكن اللي هو موجود فيها، السيرفرات موجودة فيها، انما طبعا اي حد يدخل من اي موقع هيشتغل معاه بدون اي مشاكل خالص. ممكن تعمل ادارة لمية موقع الكتروني، ممكن تسجل اسم دومين زي ما انت عايز، والمهم ان هو فيه سبورت كويس، وممكن تنقل الموقع بتاعك من اي مكان دي عنده. طبعا الووردبريس، ده منصة اونلاين مجانية اوبن سورس، تقدر تحط فيها الشغل بتاعك بطريقة سهلة جدا، كأنك مثلا شغال على فيسبوك وبتقول له مثلا عايز اكتب مقاله جديده وتبدا ان انت تعملها. فالورد بريس بديل هايل جدا. تمام. حاجه محترمه جدا، تقدر ان انت تعمل لنفسك حساب عليه على هوستنجر. في وو كوميرش، ده برضو من الحاجات القويه جدا الاوبن سورس، ان انت تعمل متجر الكتروني وتبدا تبيع عليه المنتجات بتاعتك، وفي امكانيه ان انت تاخد الفلوس تتبعت لك على الحساب بتاعك، تحدد ان الحساب اللي انت عايزه. دي أداة إنشاء للموقع الإلكترونية. تمام. طيب ممكن نقول له اطلب العرض الآن مثلا. دي الخطة بتاعتي، منشئ المواقع، بيزنس، دومين مجاني، بريد إلكتروني مجاني، محرر السحب والإفلات، دراج أند دروب، أدوات الـ AI. بص بقى، ليك إن أنت تعمل الموقع من خلال الـ AI، كأنك بتروح تقول له اعمل لي صورة، لأ بتقول له اعمل لي موقع، فبتدي له معلومات يبدأ يعمل لك الموقع ويبدأ إن هو يعدل لك واحدة واحدة. وفي امكانيه ان انت تعمل توريد للصور ولكتابه المحتوى، يعني انت النهارده عايز تكتب مقاله مثلا عن نوع معين من السيارات. تمام. ده بحيث لما حد يعمل سيرش على جوجل الموقع بتاعك يظهر عنه، فتبدا تقول له اكتب لي عن مثلا نوع معين من السيارات مثلا تويوتا او كده، فيبدا ان هو يكتب لك المقاله. منشئ المدونات، يبدا يعمل لك مدونات تجاره الكترونيه. تمام. هو يتولى اداره المنتجات بتاعتك، انت المهم تحط المنتجات وتبدا ان انت تشتغل عليها. تمام. طيب خلينا نقول له اطلق الان. انا عامل الموقع بتاعي، فمش هدفع فلوس يعني، بس نشوفه الفكرة عاملة ازاي. تمام. طبعا الموضوع مدام HTTPS، يبقى ده الموقع ده فيه سيكيورتي وفيه امان. تمام. فبيقول لك اختار الحاجة اللي انت عايزها، ابدأ ادخل بالحساب بتاعك. ممكن تدفع من خلال بطاقة الائتمان او البي بال او كوين جيت او جوجل باي، كل الحاجات دي تقدر تدفع من خلالها. تمام. ممكن اعمل تسجيل دخول لو انا عندي حساب وابدا ان انا اسجل الدخول. النشر الموقع الالكتروني ده لذيذ جدا، ان انت تقول له اعمل لي عن مثلا عن انا ببيع مثلا موبايلات والمتجر بتاعي اسمه كذا والحساب بتاعي كذا، تقدر تحط كل البيانات، فهو اوتوماتيك يبدا يعمل لك موقع الموبايلات ويحط لك كل المعلومات، وانت تبدا تعدل عليه او تخصص المعلومات. فيبقى انت كده تاخد دومين معين، تختار اسم مثلا عايز تسميه مثلا عمر كار او عمر موبايل او اي حاجه، وتبدا بعد كده تعمل الاستضافه للموقع بتاعك من خلال الموقع ده او اي موقع تاني. المهم فهمت الفكره، وتقدر ان انت تبدا الموقع بتاعك او النشاط بتاعك. هو يديك بريد الكتروني ويبدا يديك تنظيف للفيروسات وينشئ موقع بدون كود. منشئ موقع بدون كود زي ما قلنا، ان انت من غير برمجه هتقول له انا عايز موقع في كذا، فيبدا يعمل لك كذا صفحه وتبدا انت بقى تغير فيها. يعني هو مش عارف رقم تليفونك، فانت هتحط رقم تليفون، الايميل، تبدا تحط الحاجه اللي انت عايزها. اتمنى الموقع يكون مفيد ان شاء الله.